نزلت مسعودة الصبية السمرة النحيفة ترعى غنمات الشيخ بالحقل. من الضجر بلش تدندن ألحان بصوت العذب والحزين. وقفت مسعودة بنص الحقل، ما في غير هي والغنمات. كملت تغني وكل شوي بيعلى صوتها أكتر وأكتر. من وراها بيطلع لها شبان بيمشوا شوي شوي لجهتها. مسعودة بتتنبه وبتوقف تغني وبتستنفر. الشبان ببلشوا يضايقوها ويتحرشوا فيها، لكن مسعودة ما سكتت وقومتهم وربطتهم هن الاثنين بنفس الحبل وأخذتهم لعند شيخ المنطقة مربطين. هونيك يعني عند الشيخ اعترف الشبان بغلطهم، لكن حجتهم كانت انه صوتها الحلو هو اللي اغراهم. اهل المنطقه سمعوا الخبريه فهللوا وضربوا المثل بشجاعه مسعوده. وبهداك اليوم سنه 1916 اختفت مسعوده الصبيه السمرة النحيفه وخلقت شخصيه جديده لابسه العقال والشماغ. هالشخصيه لها اسم جديد، مسعود العمارتلي. لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى. مرحبا فيكم ببودكاست دمتك، أنا رنا داود. بهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم، بس أنتجت لنا مخزون موسيقي من روق في راسنا. بهالحلقة رح نتعرف على مسعود العمارتلي من خلال قصة كتبتها عايدة قعدان ورح نرويها نيابة عنه. الأحداث المذكورة بهالحلقة هي من المعلومات المتاحة من جميع المصادر. إذا برأيكم غفلنا عن أي تفصيل خبرونا من خلال تعليقاتكم على مواقع التواصل. قصة مسعود العمارتلي ظهرت قدامي وأنا ببحث وأقرأ عن سليمة مراد، مغنية عراقية مشهورة بالمقامات العراقية وزوجته لناظم الغزالي. بمرحلة البحث انتبهت أنه كل مصادر الإنترنت كانت تسميها وتنشر عنها تحت عنوان المغنية الريفية المسترجلة أو المغنية المرأة الرجل ومسميات أخرى. فكرت بيني وبين حالي شو يعني استرجلت وشو قصدهم بالمرأة الرجل، شو قصة حياتها لمسعودة. بحثت أونلاين عن تفاصيل حياتها. أغلب الروايات متطابقة من ناحية الكلام وحتى مراحل الحياة المهمة، ونوعاً ما بتروي حياة مطربة ريفية بسطحية، مع أنها تعد من أهم الأصوات الريفية العراقية. لكن في معلومتين ما ركبوا براسي. أولاً سبب وفاة مسعودة، وثانياً ليه ما في ولا أي صورة بتعود لإلها. مصادر بتقول إنه مسعودة مواليد عام 1898، وفي غيرها بتقول إنها مواليد 1901، لكن الأكيد إنها مواليد منطقة ميسان بمحافظة الكحلاء جنوب العراق. مسعودة ولدت بعيلة فقيرة من سمر العراق، اشتغلوا خدم عند شيخ المنطقة على الأغلب بسبب لون بشرتهم. في رواية متداولة بيحكوا إنه مسعودة هي البنت الأخيرة ببيت ما فيه أولاد أو صبيان، فوالدها قرر يكذب على نفسه وعن الناس ويقول عنا ولد اسمه مسعود. كبرت مسعودة تلعب مع أولاد المنطقة من الخدم وتشارك بسباقات الخيل. توفى والدها وهي صغيرة، ولكن هوية الولد مسعود ظلت مرافقتها بحياتها اليومية. كبرت مسعودة هي وعم ترعى غنمات الشيخ
وتغني الأغاني الريفية بأوقات الملل. الله يا مسعود. ما شوفين حدا يا أخويا، ما شوفين حدا، ما دموع غابني يا أبو، ما شوفين حدا، ما نظل على حوايا حين الله حتظل على أصبح يا ريتني يا حنظل على حوايا. مسعودة كان عندها صديق قريب كتير وهو الولد علاوي، لكن المشكلة إنه علاوي ابن الشيخ يعني حر، ومسعودة كانت خادمة. مسعودة وعلاوي كبروا سوا، فخافت أمه الشيخة من صداقتهم وخافت على تعليم ابنها يضيع بسبب زياراته لمجالس الطرب مع مسعودة، فقررت تزويج مسعودة لواحد من الخدم لتبعدها عن ابنها وتخلص منها ومن صوتها ومن همها. هربت مسعودة لما سمعت الخبر، مش عشان ما تتزوج، بس كمان لأنه الناس أساءت تقدير جنسها وهويتها الجندرية. لما هربت من المنطقة فقدت مسعودة صديق الطفولة، فغنت له أغنية يا سكينة. وصلت مسعودة لقرية المجر وسكنت مع والدتها بالرضاعة. القصة بتقول إنه ملامحها أبداً ما بتدل على إذا هي بنت أو ولد أو صبي يعني، فكانت كتير سهل عليها تغني بمجالس الطرب واللهو. كانت توقف وتغني الأهازيج الريفية بصوتها اللي نضج قبل أوانه، وكل هيدا من غير ما أي حدا يميز جندرة، لكن صوتها شد الناس لإلها وأثار إعجابهم. وأكتر من حبها كان الشيخ خزعل بن فالح الصيهود الملقب بأبو طويرة، وقرر من حبه لصوتها أنه يحطها تحت حمايته، مع العلم أنه كان يعرف أنها بنت. لأنها تحت حمايته قرر يرجعوا على العمارة، بلد مسعود اللي هربت منه. عاشت مسعودة أحلى أيامها، فكانت تلبس لبس فضفاض وتروح على مضايف الشيوخ وتغني لساعات الصبح. وفي يوم وصل أمر نفي أبو طويرة من والده الشيخ، يقال أنه انتشر صيته أنه بيحتفل لساعات الليل المتأخرة وأنه متزوج من راقصة. هالحكي ما عجب والده الشيخ، فنفي لمنطقة الحوازة، ورجعت مسعودة وحيدة ومع قصة فقدان جديدة. من بعدها كتبت بيوت ولحنت الشعر وغنت لأبو طويرة. أبو طويرة رجعت مسعودة ترعى غنمات الشيخ، ولكنها ما وقفت عن الغنى وهي عم ترعى الغنم. وبسنة 1916 تعرضوا لشابين تحرشوا فيها، فقاومتهم وربطتهم بحبال وجرتهم لشيخ المنطقة، وهنيك شهدوا لشجاعتها وصوتها الجميل. وطبعا مسعودة ما استنت كتير، وبجيل 18 رسميا تحولت من مسعودة لمسعود العمارتلي. مع ظهور الشخصية الجديدة سرعان ما انتشر هالاسم، ووصلت شهرتها لكل جنوب العراق من غير ما تثير شكوك أي حدا. عاشت مسعود الشخصية الجديدة بالعقال والشماغ والدشداشة، وشاركت بالحفلات والمناسبات وغنت الأغاني التراثية العراقية بصوت بتملأ البحة. صوتها يقال كان الأقرب على الناس، لأنها ببساطة كانت بتمثل تطلعات الفقراء والبسطاء. مسعود ما بتعرف الكتابة أو القراءة، وما عندها أدنى معرفة أكاديمية بالموسيقى. كانت تدندن الألحان وتغني الأشعار بارتجال مطلق، فاحتلت قلوب الناس.
كملت مسعود تغني بالمناسبات والأفراح ومجالس الطرب حتى سنة 1925، لأنه بهاي السنة دخل على حياتها عيسى بن حويلة العمارتلي، وهو ملحن وموسيقي كبير عشق الطرب الريفي والأهازيج، فقرر ينشره بشكل أوسع. طريقته كانت أنه يشتغل وكيل لأكبر شركات التسجيل بالعراق، ورجع على الريف ليبحث عن مطرب ياخده معه على بغداد لمدة شهر. فأول من اختار كانت مسعود، أو مسعودة كيف ما بتحبه. وصلت مسعود مع عيسى لمدينة بغداد تحت تعريف رجل يسمى مسعود العمارتلي من ريف العراق. بالنسبة لمسعود، هاي أول مرة بتغادر جنوب العراق والبيئة الريفية وبتزور المدينة، ومش أي مدينة، بغداد. علي عزيزة بلادي، وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن شحوا علي كرام. دخلت مسعود شركة تسجيل الأسطوانات ببغداد، وأبهرت الكل بصوت الريف الحزين. كانت ألحانة مميزة وصعبة، مع العلم أنه هي كانت تلحن أغانيها لآخر أيامها. إجراءات شركات التسجيل كان تصوير المطرب بالاستوديوهات وتوثيق حضوره أو حضورها، وهي كانت فرصة مثلى لتوثيق وجه مسعود. لكن ما في غير صورة واحدة دارجة على الإنترنت، وما كانت باستوديو. بالبداية أنا كمان اقتنعت إنها صورتها، لكن شكيت لما قرأت إنها ماتت وهي عمرها 47 سنة، وبهالصورة حسيت مبينة شوي أكبر. حبيت أعرف شو قصة هالصورة. بمقابلة له على صحيفة صوت العراق، بيقول شيخ الموثقين العمارتليين الأستاذ جبار الجوابراوي أنه سنة 1978 كان عم يحضر لملف موسع عن مسيرة الفنانة مسعود العمارتلي لمجلة الفنون. لما قدم الملف لمسؤول قسم الموسيقى سأله وين صورة مسعود؟ فجاوب الأستاذ جبار ما في صورة لمسعود، فأمروا رئيس القسم أنه يخلق له صورة. بعد رحلة بحث طويلة بيرويها الأستاذ جبار، قدر يوصل لعديل مسعود العمارتلي الفنان كريري السلمان، وطلب منه يوصف له مسعود. فقال له سمرة، كتير سمرة، ووجه ضعيف وبأنفة جرح سببه انشقاق، بتلبس عقال وتحته قطعة قماش بيضة. هاي هي ببساطة المواصفات الموجودة عن مسعود. بيقول أستاذ جبار أنه حسدته كانت كبيرة على عدم وجود صورة لشخصية بهالأهمية وبهالصوت العظيم. ليه ما يكون لشكلة تجسيد؟ أنف وعيون ووجه يعطوا شكل للصوت. حسرته حفزته أنه يحل المشكلة، فأصر الأستاذ جبار أنه يخلق الصورة تمثل مسعود العمارتلي، صورة مفترضة طبعا. الخطوة الأولى لهالصورة كانوا يلاقوا صورة لمطرب اسمه جلوب دهش،
رافق مسعود ببغداد. الخطوة الثانية كانت أنه يلاقوا شخص بيطابق المواصفات اللي ذكرها الفنان كراري. بحثوا وبحثوا لحد ما لقوا امرأة سمرة كتير وفيها شبه كبير من مسعود، وفعلاً صوروا هالست وركبوا وجهها مع جسم المطرب جلوب دهش. الخطوة الثالثة بحسب الأستاذ جبار أنه كان يحفر على صورة الامرأة بالإبرة والموس جرح على الأنف، أخذ معه كتير وقت ودقة وصبر، ولما انتهى صوروا الصورة وحمضوها وقت أكتر حتى يبين عليها أنها قديمة. وهيك شاعت الصورة المفترضة لأول مرة سنة 1980، وانخلق وجه افتراضي لمسعود العمارتلي، يعني فوتوشوب يدوي. عيني على زهر عيني ولاد غرب رسالين ولاد غرب رسالين. مسعود سجلت أسطوانات عديدة وزادت شهرتها وغنت مع مطربين ريفيين تانيين مثل حضيري أبو عزيز اللي أصبح من أعز أصدقائها ببغداد. سكنت ببغداد لسنوات عديدة، وسنة 1936 مع افتتاح دار الإذاعة العراقية قدمت مسعود وصلات طربية حية. ما في أي مصدر بيأكد عدد المرات اللي قدمت فيها وصلاتها بالإذاعة، ومع كل هيدا ما في صورة لإلها. بأواخر الثلاثينات ومع ازدياد شهرتها سافرت مسعود لحلب وسجلت الأسطوانات بشركات التسجيل السورية. من أشهر أغنياتها كانت أغنية يا بردين اللي كتبتها ولحنتها وغنتها سنة 1937. ما في أي أداء حي أو مسجل بصوت مسعود، لكن ما ضل مغني عراقي أو شامي ما غنيها من بعدها. يا بردين يا بردين وش قلنا ليش يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردين وش قلنا ليش يا دادا زعلانا. يا شفتو في مرة بيعوا ونحني روسا صبيع وحبيبي والله ما بيعوا لا طولي كنوزك يا سليمان. أكثر ما بيميز مسعود إنها كانت بتغني البستة. البستة هي النغمة العراقية الخالية من المقام، وهو عادة فن ما بيتوصل لإله أي مطرب أو فنان إلا بعد تمهيد كلامي بالأغنية أو مقدمة موسيقية. إلا إنه مسعود كانت تبدأ بالبستة بلا تمهيد ولا مقدمة موسيقية، مثل هالأغنية. هالأغنية نموذج من غناء المناجات والحنين، والبستات كانت تفسح المجال للإبداع، وهيدا بيثبت إنه مسعود كانت تصوغ اللحن بخيالها من دون تنبيه سماعي أو إيقاعي. مسيرتها الفنية امتدت من العراق للشام وحتى لبنان. سجلت مجموعة من أغنياتها بكل وحدة من هالأماكن، ناهيك عن ليالي الطرب اللي قضتها بمضايف الشيوخ. لكن الغريب إنه مجموع أغنياتها كلها المسجلة والمتاحة ما بيزيد عن ساعة ونص. ما فينا نجزم إذا اعتناق اسم مسعود بدل مسعودة ولبس العقال والشماغ كانت حركة فقط من أجل الموسيقى، ولا إذا فعلاً مسعود قررت تحتضن هويتها الجندرية. لكن في الحالتين مسعود بمسيرتها الفنية بتجسد ثورة وجرأة كبيرة بتستدعي الاحترام. بأغانيها المشهورة بالبستة واللحن الحزين والارتجالي
سطرت مسعود أهم مراحل الطرب العراقي، لكن شو كان المضمون بالأغلب؟ مسعود غنت لهموم المرأة بهداك الوقت، غنت للريف، للحب العذري، للفقدان، وغنت ضد ظلم الرجال للنساء. بوحدة من أغاني مسعودة بيظهر أنه كرامة البنت أعز من لقمة العيش، ولو رجل اقطاع ضايقها بعد ما رفضته عليها تمسك عصاها ملواي وتتصداله. سنة 1944 رحلت مسعود العمارتلي عن عمر ما بيتعدى 47 سنة. القصة الشائعة بتقول إنه مسعود تزوجت مرتين، المرة الأولى من خادمة اسمها أشنينة. ما في كتير تفاصيل حول الزواج أو طبعه أو كيف انتهى، لكن يقال إنه مسعود تزوجتها لتحميها من بطش الأغنياء ومش من أجل الزواج. وبما إنه مسعود رجل بأعين الناس فكان عندها الصلاحية إنها تحميها. لكن زواجها المزعوم الثاني هو اللي شكل نهايتها بحسب الرواية الدارجة. ما في تفاصيل حول الزواج وكيف تم ووين وأينتا، لكن منعرف أنه اسم الزوجة كاملة، وأنه هالزواج سبب لمسعود متاعب كبيرة ومشاكل كبيرة ووجعة رأس، وانتهى بمقتل مسعود واتهام كاملة بدس السم بأكله. الروايات حسب أسباب وفاة مسعود متضاربة، منها اللي بتقول إنه كاملة قتلت مسعود بعد ما اكتشفت إنها امرأة ومش رجل، وفي روايات بتقول إنها قتلتها بدافع الغيرة، وغيرها بيقول إنه مسعود توفت وحيدة بمرض السل. ما حدا بيعرف شو صار عن جد، لكن بعد كل البحث والأغاني اللي سمعتها والقصص اللي قرأتها وحكينا لكم إياها بهالبودكاست، في يقول إنه مسعود قررت تدير حياة جريئة باسم الغناء والموسيقى، وأنها سطرت أهم الأغنيات بمخزون الموسيقى العراقية، وبتستاهل تضل تنذكر. قصة هالحلقة كتبتها عايدة قعدان ورويناها نيابة عنا، حررتها صابرين طه ومنتجها تيسير قباني من صوت، وقدمت لكم ياها أنا رنا داود. اشتركوا بقناة دمتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، تابعونا لتسمعوا قصص فنانات عربيات بالحلقات الجاية.